رجل لم يكمل قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ركع، فهل يلزمه الإعادة؟ رجل لم يكمل قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ركع، إن كان إماماً أو منفرداً فإنه تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها، ثم يأتي يبني على صلاته ويكمل يكمل صلاته ويسجد للسهو. أما إن كان مأموماً فإنها تكفيه قراءة الإمام ولو ركع قبل قراءة الفاتحة أو قبل أن يكمل المأموم، تكفيه قراءة الإمام. نعم، أحسن الله إليك. وإن كان أنه ما ذكر إلا الآن أو ما عرف الحكم إلا الآن، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن ركعة منها غير صحيحة، عليه أن يعيد الصلاة كاملة. نعم.